دكتور عبد الله برضو امر كمان حساس ومهم اللي هو عالجوا القانون بشكل واضح جدا في مواد من 10 لغاية 13 اللي هو الخاص بالتظلمات ثم بالطعون. ومادة الطعون جت اللي الطعن على قرارات الهيئة جت اللي في المادة 12 اللي هي تتلو المادة 11 اللي هي بتقول انه المجلس الإدارة مجلس إدارة الهيئة يعلن دون غيره النتائج النهائية وخلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم كذا 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 وبيجي بعدها في مادة 12 يقول لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها. مين بقى المختص؟ المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في قرارات الهيئة الخاصة بالانتخابات المحلية. طيب حضرتك ده كده لا حصانة لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. طبعا وده مهم. هو أنا بسمح خلي بالك هنا عندي الطعون لدى الهيئة أنا بطعن قدام الهيئة. طيب لو الطعون دي أنا شايف إن أنا اللي هو سماها التظلم الأول ما تقبلش أو شايف إن الموضوع لا مازال فيه بالنسبة لي أنا مثلا كظلم أو كل ذي شأن لأن هذا الأمر مين كل لا يخص شأن بقى؟ أي عشان ده أي مصطلح أي يعني صاحب ما قالش كل ذي صفة ولا لا 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 صفة ولا مصلحة قال شأن لا كل ذي شأن على فكرة كل ذي شأن ده على المواطن كمان نفسه ما طبعا هو أنا هو أنت حضرتك في الانتخابات الرئاسية مش صاحب شأن صحيح أنا صاحب شأن نفس الكلام ولذلك وده أوسع من ذو الصفة وذو المصلحة وأوسع من المصلحة اللي والصفة. هو بتبقى شرط من شروط رفع الدعوة عندنا في الـ 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 في القانون وبالتالي كل ذي شأن شايف ان في حاجه ما ممكن تكون حاجه مش باينه لاحد المرشحين ولا باينه للهيئه واحد كان عارف معلومه مش باينه لواحد من المرشحين فاصبح له صفه وله مصلحه وله شأن في هذا الامر في ان هو يطعن عشان كده انا كان من الحاجات الجميله كرجل قانون ان الامر ما يكونش لدى يقول لك الهيئه وبس لا انا برضو عاوز ادخل القضاء القضاء المختص في هذا الامر هو بالتأكيد هو مجلس الدولة تمام. عشان كده الأمر هنا بيكون في إيد المحكمة الإدارية العليا بيتقدم مثلا فيها الطعون وقضها بجدول للمحكمة الإدارية العليا وخلي بالك احنا عشان عارفين المحاكم بتطول بس في هذا الشأن ما ينفعش تطول وبالتالي احنا بنتحدث مثلا في أول مرحلة ممكن تأيد يوم 27 و28 معاك لحد يوم 7 نوفمبر الطعون والحاجات يعني بتاخد لها حوالي اسبوع 10 ايام انت بيبقى في مجال للطعن وبالتالي بتصدر وطبعا دي الاداريه العليا يعني مفيش بعدها اي شيء عشان كده هو بيقول ده هنا 10 ايام فقط ما هو ده ما بقول لحضرتك حوالي 10 ايام القانون خلاص ودون العرض على المفاوضين ما فيش بقى مفاوضين يا دكتور احنا بنتحدث على امر يحتاج الى استعجال الجميل يا دكتور في الهيئة الوطنية للانتخابات سواء من الناحية الدستورية أو من الناحية القانونية أن لدينا ليس فقط جدول زمني لدينا خريطة زمنية قانونية دستورية محكمة للغاية بحيث أني معروف من أولها إلى آخرها بمنتهى السلاسة ولا يوجد ترحيل لأي معاد من تلك المواعيد لكل الخطوات لكل الخطوات صحيح. من أولها لآخرها بما فيها إعلان النتيجة في المرحلة الأولى ثم إعلان النتيجة في المرحلة الثانية الطعون المختلفة في كل مرحلة ثم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا برضو في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أمر أعتقد أنه في منتهى النزاهة والشفافية طيب. دكتور إكرام أمر سياسي قانوني هو صريح جدا احنا عندنا النص الدستوري اللي بيتكلم على الاشراف القضائي موجود في الدستور وكان الحوار الوطني رفع توصيه سياده الرئيس علق عليها ايجابيا بمد الاشراف القضائي ما بعد العشر سنوات اللي تنتهي يوم 17 يناير اللي هو مده نفاذ هذا النص 10 سنوات من الدستور من الواضح تماما وده امر ما بقى يعني ما بقاش سر انه المواعيد التي اقرت كلها للانتخابات صحيح لضمان الاشراف القضائي حتى الاعاده صحيح يعني مش نتيجه ايه انه ده الاشراف القضائي يحتاج لقانون لتعديل قانوني طبعاً. في قانون هيئه وطنيه الانتخابات لم يصدر المجلس النواب كان في حاله غيبه اجازه لغايه غير منعقد يعني لم ينعقد وبالتالي الاشراف القضائي امر يعني كان حرص حتى لو اللغط حصل يعني كان الحرص اختيار ما بين امرين اشراف قضائي
ولا لغط؟ لا، اشراف قضائي. اشراف قضائي طبعا. صحيح طبعا. طيب في العالم، وده امر الحقيقه ناس كتير مش واخده بالها منه، انه مفيش اشراف قضائي في العالم، احنا عارفين ده، ولا فيه؟ في هيئات مستقله متراكمه تاريخيا. لكن الوعي العام المصري، المواطن اللي قاعد في البيت ده، واللي قاعد حضرتك واحنا كناس يعني من نزعم ان احنا من النخب، احنا ما نرتاحش غير في وجود قطع. هل ده يخل بالنظام السياسي الانتخابي في مصر؟ لا، هو شوف حضرتك، لو احنا بنتكلم ابتداء حتى عن الهيئة الوطنية للانتخابات، فهي تقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين، فده بيضمن الحياد. نيجي نتكلم عن القضاء، القضاء ليس له مصلحة أيضا، ونقدر نقول انه ميزان العدل بين الجميع وبين جميع المرشحين. الفكرة الاشراف القضائي هو ليس فقط مجرد اشراف قضائي، بل اشراف قضائي كامل، بمعنى قاضي لكل صندوق. ده قضى على الاقل باثنين ساعات لكل صندوق. اذا كل صندوق هنا يبقى في ضمانة ان هناك اشراف قضائي. القضاء بما هو معروف عنه من نزاهة، من عدالة، فده بيعطي الطمأنة للمرشح او للمرشحين وللمواطنين ايضا. وانا عاوز اقول، ودي نقطة مهمة اللي اشرت اليها حضرتك، اللي هي ان الحوار الوطني ايضا اتخذ يعني في ضمن التوصيات، واللي يعني وجدت يعني تنفيذ من جانب السيد الرئيس، اللي هو ان يكون هناك اشراف قضائي. فده ايضا نقدر نقول احد النتائج الايجابية للحوار الوطني، واللي تم تنفيذها الحقيقة. واحنا يعني حضرتك اشرت الى ان احنا والناس والمواطنين ونظرتهم الاشراف القضائي، دي حاجه موجوده ومالوفه في البيئه المصريه، ولا طالما طلبنا بيها. بالظبط، لا طالما طلبنا بيها، واحنا ما نقدرش. صحيح، وما نقدرش نتكلم عن اي نظام سياسي او ممارسه سياسيه بمعزل عن البيئه اللي بيتواجد فيها. يعني لو تشوف حضرتك حتى في انتخابات مجلس النواب، في النقابات العليا، وفي النقابات بالظبط، جميع النقابات حتى في النوادي، وفي النوادي حتى كمان قضائية. يعني بص، الثقه الاجتماعيه مش مجرد على الناحيه السياسيه بس، طبعا حتى في النواحي الاجتماعيه البسيطه اشراف قضائي. ده صحيح، والنقابات المهنيه ثقه الناس في السلطه القضائيه. يبقى اللي احنا يعني المعلومه اللي هنا اللي عاوزينها توصل للساده المواطنين، ان الاشراف القضائي والاشراف القضائي الكامل والاشراف القضائي على كل صندوق، ده بيعطي الطمأنة. يعني ده شيء ايجابي ان يكون هناك اشراف قضائي. فيبقى هنا احنا بنتكلم عن هيئه وطنيه للانتخابات تقف على مسافه متساويه من الجميع، ثم اشراف قضائي، والقضاء بما له من نزاهه وعداله بيقف ايضا على مسافه متساويه من الجميع، وده في رايي شيء ايجابي، وربما شيء مطلوب من جانب المواطنين. عظيم. سؤال الاخير لك دكتور عبد الله. ايوه يا فندم. وهو سؤال يعني في رايي مهم جدا، لانه هو مش موجود في قانون الهيئه. ايوه. موجود في قانون مباشره الحقوق السياسيه. ايوه. اللي هو كيف يجري الفرز. ايوه. وبحضور من. ايوه. وكيف وهل تعلن الفرز؟ الناس عارفه كلها، انت بتروح اللجنه الفرعيه بتاعتك، تحط صوتك في الصندوق في المدرسه، فيها خمس ست سبع لجان وبتمشي. القانون يا دكتور عبد الله واضح. طبعا. انه كل فصل كل صندوق يتفتح بتفرز اشرح لنا دي، عشان بص ساعتك، عشان انا كيف تعلن وبحضور مين؟ اولا انا ليا الشرف ان انا كنت واحد من الناس اللي اصريت، وانا كنت عضو ساعتها في مجلس الشعب، اصريت على اني تجرى، لاني لما كان بينتقل الصناديق كان بيبقى فيها شبهه كبيره جدا في الامن بقى او في اي مكان اخر، الانتقال والتحرك. فانا اصريت كان واحد من الناس، يعني في هذا واحد من المرشح عارفين ده بصفتي واحد من اعضاء مجلس الشعب، انا ذاك اصريت على ان يتم اجراء الفرز داخل كل لجنه، وتعلن نتيجه كل صندوق من الصناديق في حضور كافه مندوبين المرشحين، وبيوقعوا على المحضر، وعلى شرط كمان، من حق المندوبين اللي حددهم المرشح ومعاهم اوراق تثبت ذلك، أن يحضروا العملية الانتخابية من أول اليوم لآخر اليوم. يعني لو هو أنت مثلا عندك 10,000 لجنة، من حقك تجيب 10,000 مندوب زي 10,000 قاضي، ويقعدوا في اللجنة من أول اليوم لآخر اليوم، لحد ما يحصل في اليوم الثالث عملية الفرز. إذن عملية الفرز يتم إجراءها، ولكن
الإعلان سرية والنتيجة النهائية الفرز صوت بصوت علني والناس واقفة واللي معاه تليفون بيصور. ما هذه هي النزاهة طبعا، واللي معاه تليفون بيصور تمام. لكن لا يجوز ان انا بالنسبة للإعلان النتيجة النهائية بتكلم عن النتيجة النهائية يعني ما ينفعش حضرتك مثلا اجمع زي ما كان بيحصل في الإعلان يقول لك ايه انا فاز فلان، لا ما ينفعش صح. لا يحق. ليه بقى؟ لان احيانا بتبقى في اصوات مع ممكن صندوق معين حد يطعن فيه يتبص فيه مرة أخرى يحصل فروق معينة من المنبع. أنا موجود، أنا موجود اللي هو في الآخر لو أنا عندي مش موجود بس أنا موجود أثناء العملية الانتخابية والفرز وعملية الفرز وأقدر أجمع أصواتي من تحت أجمع لفوق أصواتي من كل مندوب وعرف. لكن الحق الأصيل للهيئة الوطنية للانتخابات في الإعلان النهائي. وعشان بس السادة المواطنين عارفين، إذا كان انتهت الانتخابات في المرحلة الأولى هيبقى يوم 18 ديسمبر يعلن اسم السيد رئيس الجمهورية أيا كان. أما إذا كان هناك جولة إعادة بين الاثنين المرشحين الحاصلين على أعلى أصوات هيبقى إعلان النتيجة يوم 16. عشان كده الكلام اللي بيقول الدكتور ضياء وهو للأهمية، أنا كواحد من المهتمين بالقانون ناديت زي ما نادى الدكتور ضياء إن أنا لا لازم يكون في هيئة مستقلة نزيهة صحيح. ده متمثل في كل مجالس الهيئات القضائية، أساتذتنا وإخواتنا اللي احنا بنثق فيهم. عشان كده هناك ثقة مش فقط من المواطنين، أيضا من النخب السياسية والإعلامية والثقافية كلها بنثق في الهيئات القضائية وأساتذتنا طبعا. عزيز. سؤالنا الأخير لك دكتور إكرام ونختم به خير ختام هذه الحلقة. احنا القانون ده قانون مباشرة السياسية طبعا قبلهم، والدستور في ظني وده ما اعرفش ده فرضيه بطرحها على حضرتك، احنا على المستوى الاجرائي للانتخابات في مصر سواء انتخابات شعبيه نيابيه او رئاسيه، المستوى الاجرائي لا اتحدث عن بيئه تحب الانتخابات، ربما لا زال في هذه البيئه بعض العوار ربما ما نصلحه، لكن هل انا في تقديري انتقلنا 180 درجه من أشياء إجرائية كانت بتتم قبل ثورة يناير كان فيها في الإجراءات في مشاكل، إجراءات مشاكل حقيقية طرقة يعني لألفاظ مش عايزنا أقولها على الهواء، إلى عملية إجرائيا من أول القيد ومن المقيد ومن غير المقيد وهل ومكان اللجنة والتصويت وهل الصوت ده فعلا راح هنا ولا لا، وصلنا إلى مستوى أنا في تقديري غير مسبوق ربما يمكن في التاريخ الحديث السياسي المصري. هل ده يطمئننا؟ هل هو حقيقي الأول؟ يعني أنا عاوز أقول إن شيء إيجابي أن نصل إلى هذه الضمانات. الضمانات إن في هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية كلها بتضع لها التوقيتات الزمنية، إن في إشراف قضائي. وأنا بالمناسبة عاوز أقول إن البيئة حتى لو كان فيها بطاقة حمراء انا كمبيوتر انا كان عندي 4 اوتوماتيك بتقيد كان عندي 4 في دايره واحده بالظبط، فده قيد غصب عني يعني صحيح. مش انا مظاهره صحيح. يبقى ده بيحكم العمليه وبيقلل احتمالات تعدديه البطاقات او ان شخص يدخل يدخل اكتر من مره وكل هذا الكلام. وكان في يعني ساعات كان بيبقى في قوائم زي ما حضرتك بتقول في ناس ماتوا انتخابات، دي شفناها في انتخابات النيابية بس مزبوط. ناس ماتوا وتلاقي أدلوا بصوتهم. إذن وجود الإشراف القضائي الكامل، وجود هذه الهيئة المستقلة هو اللي بيضمن سواء للمرشحين أو للناخبين بيضمن سلامة الإجراءات وإدارة العملية بنزاهة بشفافية بحيث تسفر في النهاية، وده المطلوب الحقيقي، تسفر في النهاية عن تفضيلات المواطنين أو الناخبين. المواطن هو الناخب صحيح. وده بيرتبط الحقيقة أيضا بالديمقراطية. يعني هي الديمقراطية معناها إيه؟ معناها أن يختار الشعب من يريد، أن يختار الناخب من يريد، وبالتالي وفي إطار من المشاركة وفي إطار من التعددية. فكل هذه المعايير احنا هنلاقيها، واحنا يعني أنا عن نفسي أنا بتوقع إن هيبقى في درجة جيدة من المشاركة من جانب المواطنين في هذه الانتخابات، باعتبار إن هذا مظهر مهم من مظاهر الديمقراطية، أن الناخب هو الذي يختار، وأن الديمقراطية في معناها من أهم الإغريق بتاعني حكم الكم أو العدد، وبالتالي
المرشح الذي تتجه إليه أغلبية أصوات الناخبين بيفوز، السياسة التي تتجه إليها تفضيلات أغلبية الناخبين تطبق، الحزب الذي تتجه إليه أغلبية الأصوات والمقاعد يصبح حزب حاكم، وهكذا. إذن نحن مقبلين على تجربة مهمة لها كافة الضمانات، لها كافة الإجراءات التنظيمية والضوابط، لها إشراف قضائي، وده كله بيجعل هناك درجة كبيرة من الثقة لدى الناخبين في سلامة هذه العملية وإجراءاتها التنظيمية. أنا الحقيقة يعني استفدت استفادة كبرى، وأظن يعني استطعنا حاولنا على الأقل نزيل غموض وضباب حوالين بعض الحاجات الرئيسية اللي بتتقال. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، شكرا لله وزير الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بشكر حضرتك شكرا, شكرا جزيلا لحضرتك. والزميل العزيز الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، لك كل الشكر. شرف لي يا فندم، شكرا، تحياتي لحضرتك. مشاهدينا الكرام، احنا وضحنا مع بعض شوية حاجات، هنكمل في حلقاتنا اللي جاية كلها، كل ما يعني يغمض شيء هنجيب الخبراء المختصين نشرف بيهم يشرحوا لنا نفهم مع بعضنا، وإن شاء الله كل خير لهذا البلد. بننهي حلقتنا النهاردة ونلتقي مع حضراتكم إن شاء الله على خير بكرة في حلقة جديدة.